اخواتاتي بقاو معايا، بعد ما غادي نوصل ديك البلاصه غادي نوريكم تما عاد ثاني. شوفوا تبارك الله هنا الخضار، هي شوفوا كيدير غير بالدار الفصه. الفصه مع هذا الجهه غادي يفلحوا من هذه الجهه عندهم الفلاحه، الماء ديال ملويه وهي ديال ملويه والماء تاع واد ملويه. قول لهم كيديروا يعني عندهم العاج عندهم ها الجبال تاع ناس الجزائر، حدود الجزائر الجبال ديالهم ليه راه واحد التكانة عسكرية، راه التكانة عسكرية فيها العسكر ديالهم. شي تجزئة راه كاين واحد التجزئة لهيها، راهم دايرين واقيلا ديك الفيلات. هذيك التجزئة كانوا يخدموا فيها المغاربة واحد الوقت، ما يمكن وكان سمعت كانوا يخدموا تما. راهم يديروا تما على حسب البحر قريب لهم. هنا هاد البلاكا اتجاه السعيدية نيشان الناظور راس الماء المحطة السياحية الناظور. حنا رحنا غادي للسعيدية هكا لهاد الجهة، يعني ها هي السعيدية، ها هي السعيدية من البعد تبان من البعد زعما منظر تخيل. المهم بقاو معايا تابعوني، ومازال غادي عاد نبين لكم اماكن اخرى، ونتمنى ان شاء الله غادي وتجيو تزوروا هاد السعيدية اللي ما جاهاش عمرو يجي يزورها، راها منطقة مخيرة، منطقة سياحية وعجيبة فينا. كما الناس تاع كازا الرباط يعني الغرب بصفة عامة، يعني نتمنى بكم تجيو اللي ما جاش يجي يزور هنايا، والله إلا منطقة زعما الصراحة مكان رائع رائع بزاف ومعون ومعون ويعني وفي داك الشيء اللي كاع بغيتو يعني. وهذا العام من مع هذا الوباء ديال كورونا الله ينجينا ونجيكم، الناس قلال قليل اللي يجيو واخا ولا الناس عاد خايفه. صح نتمنى ويلا ما جيتوش هذا العام تجيو عام الجاي ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى ربي يرفع هذا الوباء وان شاء الله ان شاء الله السنوات اللي جايه تكون احسن في جميع انحاء العالم، نتمنى كل خير ان شاء الله. المهم خوتي خواتاتي بقاو معايا، المهم واحد الشويه غادي نوصل للبحر نصور لكم شي مشاهد ديال البحر. المهم هذه هي الدخله تاع السعوديه، حنا رحنا وصلنا صورت لكم هذا الرونبو هنا عجبتني وحاولت باش نصورها لكم. هذه الدخله تاع السعوديه عجبتني، هنا المناظر مع الورد، الورد وداك الشيء عجبني. كما راكم تشاهدوا معنا خوتي، هادو هما الحدود الجزائرية المغربية، خاصنا غير هاد بيناتهم غير هاد كيقولوا لهم، يعني هاد الحجرات اللي فاصلين ما بيناتهم.
حنا متواجدين هنايا في هذه الشجره ما بين الحدود الجزائريه والحدود المغربيه. هنا الناس كاين اللي يجيو يصيدوا الحوت كما راكم تشوفوا. واحد هو صيد هنايا الحوت، شوفوا كسيد الحوت هنا. راه الحدود، شفتوا الحدود الجزائريه؟ راه هذا راه مسكين هذا. لا بلا هضره، بلا هضره، هذا كاين الموجه.